مرحبا، معكم أنس من وكالة BMW أبو ظبي موتورز. اليوم حنشوف مع بعض BMW 2 Series Gran Coupe الجديدة كليا. BMW 2 Series Gran Coupe الجديدة طبعا بيجي منها أنواع مختلفة. بيجي منها مثل ما احنا شايفين 218i، وبتيجي منها كمان الـ M235. طبعا نحن اليوم حنحكي على هاي السيارة الإليجنت اللي شكلها كتير جميل، 218i. ال218i مثل ما احنا شايفين بيجي عليها مواصفات جدا ممتازة وبأسعار لا يصدق. ال218 بتكون كمحرك عبارة عن 3 سلندر 1.5 عليها توين باور تيربو انجن، بتعطينا تسارع من 0 الى 100 8.7 سكندز، وبنفس الوقت بتعطينا بتولد قوة حصانية 136 حصان. نيجي هلا على مواصفات السيارة او حتى كديزاين. نبلش في الديزاين اول. مثل ما انا شايفين ديزاين الكيدني جريل الجديدة، في عندي الفرونت LED لايتس ديزاين الجديد مع الكيرب الجديد، ام سبورت باكج مثل ما شايفين الفتحات اللي تحت. نيجي من على الجنب، السيارة بتعطينا كستايل مع الام سبورت، مع الام سبورت باكج جمالية عالية جدا. الرينجات 18 انش ام سبورت ويل مثل ما شايفين الامباجز موجود عندنا. السايد سكيرتس من على الجنب تعطي للسياره جماليه اكثر، يعني كانه عندها ماسلز. رحنا للديزاين الخلفي، نشوف اللايتس مثل ما احنا شايفين ديزاين كتير جديد كتير حلو كجماليه جدا، يعني السياره بتجمع كانه سبورت ستايل كوبي وبنفس الوقت فور دورز. نشوف حجم الدبل الخلفي مثل ما احنا شايفين واسعة. طبعا فيها مواصفات جدا ممتازة. اليوم فيها الكيلس انتري، ديزاين كراسي سبورت سيتس. طبعا بما انه عندنا في البيندر سبورت سيتس قطعات جنبيه هدول بيكونوا على الكهرباء عشان لما واحد يقعد على كرسي بتكون قاعده رياضيه مثل ما احنا شايفين. نفس الوقت بيجي عليها 2 ميموري سيت، فيها بانوراميك سان روف. نشوف من الداخل شو فيها اوبشنز. طبعا اكيد الام ستيرنج ويل، ديزاين العدادات الليد الجديدة، مثل ما احنا شايفين شاشة النافيجيشن. خلينا نشغل السيارة. طبعا جنريشن جديد تبع الشاشات، نفس الجنريشن اللي في الاكس 5 او الاكس 6. ديزاين الشاشة، الجير ليفر الجديد، الستارت بوتن مكانه الجديد، كل شيء مختلف يعني حاليا مش نفس اول. طبعا مثل ما حكينا نرجع نقول في نافيجيشن، بلوتوث فانكشن، اكيد كوميونيكيشن موجود عندنا افيلبل. طبعا يو كان كاستمايز يور سكرين. خلينا نشوف حتى النافيجيشن مثلا اول شيء، والميديا ثالث شيء بالصفحه الاولى، يا او نحط النافيجيشن في الوسط مثلا، ممكن تسوي صفحتين. مثل ما احنا شايفين BMW 2 سيريس جراند كوب الجديده بتجمع اجي مره ثانيه، بتجمع ما بين الكوبي ستايل وبنفس الوقت بتكون فور دورز ممكن يقعد فيها، يعني ممكن تكون شخصيه وممكن تكون عائليه، وبسعر لا يصدق. طبعا الاسعار جدا ممتازه، وبنفس الوقت السياره بتعطينا او عفوا بيجي مع السياره كسيرفيس اند ريبير باكجز، بيجي معها ريبيرز باكج لاي شيء بخرب بالسياره عندنا لمده 5 سنوات او 200,000 كيلومتر، وبيجي معها صيانه او سيرفيس مجانا لمده 5 سنوات او 100,000 كيلومتر. موجوده كمان طبعا السياره كتجربه قياده، تفضلوا عنا باي وقت وخدمتكم. شكراً.